من الأصوات، غالبية من الأصوات، من الأصوات. أعرب لكم بداية عن جزيل شكري على تشريفكم أيايا بأغلبية أصواتكم، وأنوه بالسكينة التي جعلت موعد 17 من أبريل عرسا للديمقراطية في خدمة استقرار بلادنا وإعمارها. وأجزل التقدير للمترشحين الآخرين لهذا الانتخاب الرئاسي الذي آل فيه الانتصار الأكبر الحقيقي للجزائر، وأخص بالإشادة مئات الآلاف من أعوان الدولة في صفوف الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن والوظائف العمومي الذين سيروا على تنظيم هذا الاستثناء وتأمينه وضمان حسن سيره. ولا يفوتني أن أسدي الشكر المنظمة الإقليمية والمنظمة غير الحكومية على قبولها تلبية دعوة الجزائر لإرسال مراحلنا ليشهدوا على الظروف التي جرت فيها هذه الانتخابات، هذا المعدل الانتخابي في كنفها. حال عراق اليوم أبوابها